كابتن ابراهيم المصري نورنا في الجول، طبعا قائد دفاع الاهلي ومنتخب مصر. في البدايه كنا عايزين حضرتك تقول لنا الفرق بين لعيب الدايره في الدفاع وفي الهجوم، مهامه بتختلف ازاي؟ اولا اهلا بيك، انا مبسوط ان انا موجود في موقع زي في الجول، موقع محترم جدا. انا شخصيا متابعه بقالي فتره طويله، من المواقع الكويسه جدا في الرياضه، وتقريبا يوميا انا بدخل بشوف اخبار رياضه من عليه. يعني هو ما فيش حاجه اسمها دفاع وهجوم في الهاندبول، الفرقة كلها ممكن تدافع، الفرقة كلها ممكن تهاجم، بس بيبقى في بعض اللعيبة مميزة في الهجوم وبعض اللعيبة مميزة في الدفاع. زي مثلا أحمد الأحمر مميز جدا في الهجوم، فالمدربين بيستخدموه في الحتة دي. أنا مميز جدا في الدفاع، فالمدربين بيستخدموني في الحتة الدفاعية. بلس إن بيبقى فيه في ممكن في مركز واحد في أكتر من لعيب. يعني مثلا على مستوى الدايرة في عندنا ممدوح هاشم، لعيب خبرة ومميز جدا في الهجوم، في أحمد عادل، في شادي، في وسام، في خالد وليد، في اكتر من دايره كويس جدا هجومي. فالهاندبول زي ما قلت لك في عندك فرايتي، ان انت تقدر تنزل لعيبه في الدفاع، ممكن تغير السته براحتك وتنزل سته تانيين، فبيبقى دايما اختياراتي للمدربين انا انزل اقوى سته عندي في الدفاع وانزل اقوى سته عندي في الهجوم. فمن هنا بتيجي ان في ناس بتدافع وناس بتهاجم. يعني بالنسبه لك كلاعب دايره بيكون في الالتحامات بقى كده الاصعب في الدفاع ولا لما تكون انت المهاجم؟ في الدفاع طبعا، خصوصا ان انا مركز ثلاثة تقريبا هو محور الدفاع كله، لان اقوى دايما الكي بلايرز بتاعت اي فرقه بتبقى السنتر باك او الليفت باك، فتقريبا هو ده اللي انا بدافع عليهم. فلا، في الدفاع بيبقى الموضوع اصعب بكتير. عامه الهاندبول لعبه دفاعيه اكتر، اصبحت سريعه جدا، فاي فرقه مميزه جدا هتلاقيها بتدافع كويس جدا وعندها حارس مرمى قوي وبيعتمد على الهجوم الخاطف. فلا، الدفاع هو بقى الاساس دلوقتي في الهاندبول. منتخب مصر بيجمع بين عناصر الخبره وعناصر الشباب. طبعا من عناصر الخبره 2008 ابتديت في افريقيا، من 2010 2010 مظبوط. شايف ايه الفرق اللي حصل في المنتخب اخر 3 4 سنين وعمل طفره للناس ملاحظاها؟ بص، طول عمر الهاندبول في مصر مميزه جدا طبعاً. بس الظروف اللي بتيجي في اي فرقه هي دي اللي بتساعدها ان هي تبقى في التوب ليفل بتاعها. الاتحاد المصري لكره اليد بدا سياسه جديده وبدا فقره جديده من سنه تقريبا 2018، جاب مدرب اسباني. مدربين الاسبان دلوقتي هم تقريبا اقوى مدربين على مستوى العالم. اسبانيا، منتخب اسبانيا في اخر 3 نسخ لامم اوروبا واخد نسختين، واخر واحده وصل للفاينل وخد سيلفر. فالمدرسه الاسبانيه في الهاندبول اصبحت قويه جدا. لما تيجي تبص على الشامبيونز ليج، الثمان فرق اللي واصلين تقريبا دور الثمانيه هتلاقي على الاقل مينيمم 4 أو 5 مدربين اسبان. فالاتحاد قرر ان هو يعتمد على المدرسه دي وجاب لنا ديفيد ديفيز، مدرب ممتاز جدا، مدرب تعليمي قدر يحط الاساس بتاعت المدرسه او السيستم. السيستم بقى هو نجم الفرقه، مبقاش فيه نجم الفرقه قد ما هو السيستم، كله داخل السيستم. اللي هيقدر يلعب جوه السيستم هيبقى ليه مكان، اللي مش هيقدر يلعب جوه السيستم ملوش مكان. بدانا في كاس العالم 2019 قدرنا نحقق مركز ثامن، ويعني وده مركز كويس جدا. مصر كان بقالنا فتره طويله جدا ما دخلناش من اول 8. بعدين ديفيد حصل فيه زي راح نادي فيسبريم وحصل زي اختلاف وجهات نظر مع الاتحاد ان هو ما ينفعش يمسك فرقه ومنتخب، فجابوا لنا باروندو. باروندو مدرب طبعا، يعني انا بقول مدرب داهيه فعلا، مدرب قوي جدا على المستوى التكتيكي والفني. قدر ان هو يكمل شغل ديفيد وقدرنا معاه ان احنا ناخد 7 عالم وقدرنا ناخد افريقيا ورابع اولمبيات ورابع افريقيا. تبقى زي حظوظ، هو ما فيش فرقات قد ما هو يعني انا لعبت في هنا وهنا، بس انا حظي ان انا حضرت السيستم الجديد. في لعبة كتير جدا كانت موجوده في قبل كده بس ممتازه برضو، بس زي ما بقول لك هي بتبقى ظروف واللعيبه اللي معاك ممكن تقدر تساعدك. يعني هاخد من كلامك الجزء الاخير بتاع ان حصل خلاف ما بين ديفيد والاتحاد المصري بسبب ان هو مع نادي ومنتخب، يمكن نفس الموضوع دلوقتي بنشوفه مع باروندو، وكان في كلام كتير في القصه دي لحد ما الاتحاد اكد ان هو مكمل لغايه بطوله العالم. شايف ان ده ممكن ياثر علينا بقى في الفتره دي بعد ما خلاص ابتدينا المنتخب الناس طموحاتها بقت زياده اكتر من اللي كان قبل كده؟ بص، هي دي سياسه الاتحاد، والاتحاد شايف من وجهه نظره ان منتخب مصر منتخب كبير يستحق مدرب متفرغ، وفي نفس الوقت انت عشان تجيب واحد زي باروندو لازم يبقى فيه تضحيات شويه. دي وجهه نظري. يعني باروندو كان جاي لنا منتخب مصر واخد تشامبيونز ليج مع فاردار فرقه مش من التوب 5 ولا التوب 10 في اوروبا، فقدر ياخد تشامبيونز ليج جالنا منتخب مصر. فهو ممكن، يعني انا اعتقد يعني ان هو عنده ما عندوش اشباع من يعني
المنتخب هي بطولة في كل سنة، فمدرب كبير زيه لا ممكن يبقى عايز يلعب كل أسبوع، عايز يجرب فكره كل أسبوع. أنا أعتقد ده فكره يعني، فأنا أتمنى إن هم يتوصلوا للاتفاق، لأن باروندو عمل معنا أداء متميز جدا، فأنا أتمنى إن احنا نكمل المسيرة يعني مع بعض إن شاء الله. نيجي لبطولة أفريقيا، منتخب كسب اللقب للمرة التانية على التوالي، ويمكن ده إنجاز ما حصلش غير أول لقبين المنتخب خدهم. ناس كتير كانت ابتدت تتكلم قبل البطولة بطولة ضعيفة، المنتخبات مش على مستوانا، هل هي فعلا بطولة ضعيفة ولا منتخب مصر اللي في مستوى أعلى من أفريقيا حاليا؟ بس أولا أنا مش شايف إن هي بطولة ضعيفة جدا، بالعكس بطولة أفريقيا دي كانت يعني دي واللي قبلها بدأ يبقى في منتخبات قوية يعني. كان الأول أنا لعبت تقريبا 7 أو 6 بطولة أفريقيا، لا هي الموضوع مش كده، من أول النسخة اللي فاتت فعلا بقى في منتخبات قوية، دخلت منتخبات جديدة على الساحة، منتخب أنجولا بقى عندها محترفين في أوروبا، منتخب كونغو بقى عندها 3 كانوا بيلعبوا في منتخب فرنسا، المنتخبات دي ما كانتش موجودة قبل كده، منتخب كاب فيردي زي ما شفنا وصل الفاينل تقريبا كلهم بيلعبوا في البرتغال، كل الفرقة محترفة في البرتغال. من ساعة ما بقى في مقاعد اكتر لافريقيا في كاس عالم، يعني كان الاول في 3 بقى 5 بالظبط، من اول كاس عالم 2021 بقى 5، فاصبح فرق افريقيا كتير بدات تهتم لان هم نفسهم يروحوا كاس عالم. في ناس مثلا ما عندهاش فرصه تلعب في منتخب فرنسا فاختاروا يلعبوا منتخب الكونغو، في ناس ما عندهاش فرصه تلعب في منتخب البرتغال قرروا انهم يلعبوا في كاب فيردي، فاصبح مش مصر وتونس او الجزائر بس، لا بقى عندك مصر وتونس والجزائر وكاب فيردي والكونغو والجابون، فلا انا شايف ان هي نسخ اقوى، بس ممكن منتخب تونس دلوقتي مش في افضل حالاته، بس يعني يظل ديربي شمال افريقيا مصر وتونس مهما حصل ديربي قوي، فلا انا شايف ان هي اقوى. احنا ممكن عشان احنا محققين انجازات عالميه، فالناس دلوقتي بقى بالنسبه لها بطوله افريقيا دي الطبيعي تكسبها، وده مش حقيقي زي ما شفنا ماتش مصر وتونس لغايه اخر يعني اخر دقيقتين في الملعب، فعلا ماتش صعب جدا مهما حصلت، بقول لك ماتشات مصر مختلفة تماما، لعبت ماتشات كتير جدا، لا ماتشات زي اهلي وزمالك كده في الكورة مستحيل تتوقع مين يكسب على حسب حالة الفرقة وحالة اللعيبة وحالة حراسة المرمى، فلا انا شايف بالعكس البطولة بقت اقوى، بس انت الناس بقت بتبص لنا بنظرة مختلفة، يعني احنا مثلا البحر المتوسط واخدين ميدالية فضية، انا ده احزنني بس بعد كده ما فكرت فيها لقيت الناس عندها حق، يعني في الاول ما رجعنا من المطار في ناس معانا من الطيارة واخدين برونزية وفضية والناس كلها ورود واحتفالات، احنا فرقتنا فعلا زي ما بنمشي مستخبين في المطار حاسين ان احنا خسرنا، لا ما هو يعني احنا خدنا فضيه بس اعتبر يعني انا بعتبر ده انجاز برضه، لعبة متوسط بطوله قويه، فلا احنا حسسنا نفسنا وحسسنا الناس ان المركز الاول وغير المركز الاول يعتبر ده هزيمه، يعني يا رب دايما نبقى عند حسن ظن الناس يعني ان شاء الله. طب هنتكلم على البحر المتوسط، منتخب اسبانيا كسب برونزية طوكيو فرق هدفين يمكن في آخر دقيقة كده، مش هو نفس المنتخب اللي كان بيلعب بس في عناصر خمسة ستة، بس في نفس الوقت الناس بقى كانت حاسة ان خلاص يعني متوقع ان الفريق الأول كسبنا بالعافية يبقى ده هناخد ذهبية، هل كان منتخب مصدق نفسه أكتر ولا ظروف ماتش ولا سيستم مختلف؟ لا كذا حاجة، أولا ان احنا في شهر 7 البطولة كان في شهر 6 و7 المفروض ده يعني دي أجازتنا، القوام الأساسي بتاع المنتخب بدأنا في مايو 2020 تقريبا أو شهر 6 في 2020 بالظبط، قعدنا 5-6 شهور عشان كنا قاعدين 4 شهور في الكورونا، 5 شهور نتمرن جامد جدا عشان عندنا كأس عالم في مصر 2021، بعدين الصيف اللي بعده أولمبياد طوكيو، بعدين ده تالت صيف، فالقوام الأساسي بتاع المنتخب فعلا مريحش وكنا محتاجين نرتاح، وبطولة افريقيا متأجلة من شهر 1، فده وقت بداية موسم او نهاية موسم انا لغاية دلوقتي مش فاهمه، فاللعيب مش لازم توصل للتوب فورم، يعني احنا في نهاية موسم او بداية موسم، فانت مش طبيعي تبقى التوب فورم بتاعتك، فطبيعي ان مستوى المنتخب يبقى اقل شوية عن اللي قبل كده. منتخب اسبانيا على فكرة جايب كان فيه 5-6 من اللي خدوا فضية في بطولة اوروبا بالظبط اللي قبلها، فمنتخب محترم جدا، بلس ظروف ماتش احنا كنا كاسبين فرق 5 يعني اتطردنا 2 في 2 اثرت علينا، ضيعنا بينالتي في الاخر، ضيعنا انفرادين من الوينج من الاخر، ضيعنا انفراد من على 6 من الاخر، لو كان كل الكلام ده جه كنا عشان نتكلم في اي حاجه، فهي بتبقى زي ظروف ماتش، بلس اني بقول لك عليه برده ان هو احنا في شهر 6 او 7 اللعيبه ما بتبقاش واصله للتوب فورم بتاعها.
يمكن تقريبا بطولة كل الألعاب بتبقى بطولات المنتخبات يعني بتبقى في نهاية الموسم باستثناء اليد، دايما بتبقى في يناير في نص الموسم، سواء بطولة أفريقيا باستثناء اللي فاتت يعني عشان اتأجلت، أو بطولة العالم، أو حتى اليورو بره. شايف إن في اليد كده أفضل إن هي تبقى في نص الموسم واللعيبة تقريبا خلاص ابتدت تعلى بمستواها، ولا في اخر الموسم بقى بعد ما يكون الموسم خلص؟ بص، هي مش فارقه طالما انت عامل حساب انك هتلعبها امتى، فانت بتوزع حمل التدريب بتاعك على الاساس ده. يعني احنا بطوله افريقيا دي المفروض نلعبها في شهر واحد، فجاه بقت في 7، واحنا اصلا ما كناش عاملين حسابنا نخش البحر المتوسط، عشان البطوله في 7 فقبل البحر المتوسط بشهر قالوا لنا انت هتخش البحر المتوسط، عشان كل الفرق في العالم مريحه، مفيش ماتشات تحضيريه خالص غير دوره العاب البحر المتوسط. فاحنا اصلا انا كلاعب ما كنتش مجهز نفسي نلعب، وكل الفرقه كده، فاحنا خدناها زي بطوله تحضيريه لافريقيا. فما فيش اي مشكله ان يعني في اول او في الاخر، طالما انت عارف والمدرب عارف وكل الناس عارفه ان هتلعب بعد سنتين مثلا شهر واحد، بعد سنتين شهر 6، فما فيش فرق، بس المهم تبقى عارف. تفوق منتخب مصر الفتره الاخيره، منتخب منافس زي تونس، الكيرف ابتدى ينزل، وكديربي لقينا ان الماتش لا ده كان موجود. قبلها بسنتين كنا في تونس النهائي، المنتخب كان متفوق جدا. احنا كده بنحقق أفضلية نفسية حتى زي ما بيتقال في المواجهات اللي جاية، خصوصا في مواجهة محتملة كمان هتبقى في بطولة العالم، ولا ده برضو ملوش حسابات خالص؟ بص، اكيد طبعا يعني لو لعيب وانا بخسر على طول اكيد هتأثر. اكيد منتخب تونس تقريبا اخر مرة كسبونا فيها 2018 فاينل الجابون، كسبناهم في كاس العالم 2019 برضو، مظبوط، كسبناهم في تونس، كان عليهم ضغط كبير جدا، الله يكون في عونهم، من الارض والجماهير وبطوله مهمه الاولمبياد قدرنا نكسبهم، والفريق كان مريح طول الماتش. بعدين كسبناهم برضو في البحر المتوسط، وكسبناهم في افريقيا. بس اعتقد برضو يعني انت بتنزل ماتش، اوكي انت شايف المنتخب مصر اعلى منك، بس انا كلاعب لو مشيت معايا انا خلاص هنسى كل ده. انا كجون لو مشيت معايا مش هفكر اصلا في نفسيا، مش نفسيا لا هلعب. فهي تبقى ظروف ماتش يعني، اوكي بدايه الماتش اكيد هم بيبقى عندهم تخوف، لان هم شايفين منتخب مصر، منتخب دلوقتي منتخب عالمي، بس اول ما الماتش يبدا اكيد اعتقد يعني الحاجات دي بتتلاشى وكله بيتساوى يعني. في بطوله افريقيا الاخيره طبعا هو معروف اقوى منتخبين مصر وتونس، فتقابلوا في نص النهائي، فالنهائي بقى مصر وكاب فيردي. يمكن منتخب مش معروف للجماهير قوي، ممكن يكون معروف ليكوا كلاعيبه، رغم كده لقينا الاستاد ما فيهوش مكان، الجماهير على الاخر. بالنسبه لك دي كانت رساله ايه؟ يعني شفت الرساله دي ازاي من الجمهور؟ بص، انا بحب جدا العب في مصر، فعلا جمهور الهاندبول جمهور مختلف يعني، جمهور عائلات، في شباب صغيره كتير، فانا بحب العب في مصر. انا لعبت كذا بطوله في مصر، لعبت كاس عالم جيلي 2009 في مصر، ولعبت كاس افريقيا 2010، لعبت 2016، كان نفسي يعني العب 2021 كاس عالم للكبار في مصر، بس لولا الكورونا كان يعني انا اعتقد كنا هنروح في حته تانية لو الجمهور كان موجود في الاستاد، خصوصا استاد القاهره. يمكن ده كان سؤالي التاني بقى، الجمهور ده كان فعلا يوصل المنتخب لمربع ذهبي او نهائي، ولا كان ممكن ياثر على الفريق بما ان في عناصر شابه كتير؟ لا لا لا، اعتقد الجمهور كان هياثر بالايجاب، لان الجمهور يعني مما لا شك فيه يعني بياثر على الحكام، بياثر على قرارات الفرق اللي قدامنا. فلا انا شايف ان كان هيفرق معانا جدا في كاس العالم. فحتى احنا كل الرسالات اللي احنا عملناها قبل بطوله افريقيا ان احنا بندعو الجمهور ان هو يجي ويعوضنا الغياب اللي حصل في كاس العالم. وزي ما انت قلت ماتش كاف فيردي، طبعا ماتش مش قوي يعني، او يعني انا شخصيا نازل عارف ان انا هكسب، بس برضو الجمهور بيفرق زي ما قلت لك يعني. الشوط الاولاني خلصان فريق 12، الماتش خلص، ممكن لو ما فيش جمهور كان ممكن الشوط الاولاني يخلص فريق 5 6 مثلا، لكن الجمهور لما بتجيب جون الثاني الثالث مع تشجيع الفريق اللي قدامك بتقول خلاص ما انا عنديش امل في اي حاجه. الحكام برضو بتبقى يعني بتحاول تبقى في صفك دايما. بمناسبه بطوله العالم الاخيره، طبعا اشهر ماتش كان ماتش الدنمارك، تقريبا اشهر ماتش في تاريخ المنتخب، تقريبا تاريخ الهاندبول كلها، الاتحاد الدولي قال لك اجمد ماتش في تاريخ الهاندبول كلها. بالظبط، يعني وصلنا للرميات الترجيحيه، ويمكن المنتخب ده هو اللي خد بطوله العالم في الاخر، يعني بيوري مصر كانت لفين. اللقطة الشهيرة اللي بقى اللي كانت في آخر ثواني، هل أنت كنت مش عارف إن باقي كذا ثانية وفاكر إن لسه في وقت طويل، ولا كانت اللقطة كواليسها إيه بالنسبة لك؟ بص، هو هانسن كان عاملها قبلية بالظبط بخمس دقايق. بص، هو الهاندبول لعبة ايموشنال قوي، ممكن أنت من الفرحة، أو أنا مش شخصيا يعني، هو مثلا من الفرحة رمى الكورة بالظبط فاتحسب بنالتي عليه،
فلا انا شخصيا كان موقف مختلف، مش من فرحه او حاجه، بس وانا كنت عارف ان نايس وقت قليل، بس الادرينالين لما بيضرب يعني. انا كنت فعلا كان فارق واحد لينا واحنا كلنا كنا بندافع خمسه، الكره دي مش هتخش جون لو على الجثث بتاعتنا، ففعلا ده كان فكري. فطبعا غلط طبعا، لان برضه لازم اتحكم في مشاعري طبعا في الماتش. ف يعني موضوع وحصل، وطبعا انا زعلان ان انا يعني عملته، بس كان لنا فرصه بعد كده ان احنا نكسب بلنتيات، فربنا مش رايد يعني، انا سبب في الاخر. في ريو ما وصلناش ربع نهائي والناس كانت مبسوطه الى حد ما باداء الفريق، المره دي احنا واصلين مركز رابع والناس زعلت. فانت شايف ان منتخب مصر حقق انجاز انه خد رابع ولا خسر فعلا برونزيه؟ اكيد طبعا حقق انجاز يعني. انا زي ما قلت لك الناس وصلت طموح، لو منتخب مصر هاندبول ما خدش ميداليه في كاس عالم في الاولمبياد يبقى ده خساره. فانا شايف لا، ده الموضوع مش سهل خالص يعني. انت بتتمرن، وجبنا مدرسه اسبانيه وبنتمرن كلنا، وبقى عندنا محترفين اقوياء، بقى عندنا ماتش اهلي وزمالك بقى قوي، بس الناس بره برضه بتتمرن. ما هي دي النقطه يعني. بقى اوكي في اسبانيا بقى نفسها اللي احنا بنقلدها في المدرسه بتاعتها دي، اوريدي منتخب اسبانيا كله بيلعب بنفس السيستم. في منتخب فرنسا، في منتخب الدنمارك اخر بطولتين عالم، بطل اخر بطولتين عالم، في السويد، في المانيا، في البرتغال، في ايسلندا. فانت برضو ما بتلعبش نفسك. فانا شايف لا، ان ده انجاز، خصوصا يعني اول فريق غير اوروبي يخش المربع الذهبي في الاولمبياد كان منتخب مصر النسخه اللي فاتت. فلا ده انجاز، وانجاز عظيم. كان كلنا بنطمح طبعا ان احنا ناخد ميداليه، هتتكتب لنا كلنا في التاريخ بتاعنا، بس ده لا يقلل من الانجاز يعني. احنا كسبنا المانيا، كسبنا البرتغال، كسبنا السويد، الدنمارك خسرنا فرق 2 أو 3، طلعنا من السيمي فاينل مع منتخب فرنسا اللي خد ذهبيه الاولمبياد، والماتش ماشي جون بجون. فلا يعني احنا كويس جدا ان احنا في الليفل ده، اللي انا بطمح او اللي انا اتمنى الاستمراريه ان احنا يعني احنا وكاس العالم الجاي دخلنا من اول 8 او اول 4، ده يعتبر انجاز. يبقى انت كده تالت كاس عالم على التوالي، دخلت في دور 8. فالموضوع مش سهل خالص، خصوصا الهاندبول لعبه اوروبيه بحت يعني، كل اوروبا بتلعب هاندبول. فشوف في كام دوله في اوروبا كلهم مميزين جدا في الهاندبول عكس الكوره. ممكن في شويه فرق في اوروبا مش كويسه في الكوره، لكن لو كاس عالم في الهاندبول في 50 دوله في اوروبا كلهم هيخشوا وكلهم هيحققوا انجازات، هو عشان في مقاعد بس لاوروبا، فهم الفرق الثانيه مش محظوظه. فلا يعني الموضوع صعب جدا ان احنا نوصل ليفل ده. انا شايف ده انجاز، بس زي ما قلت لك الناس بتطمع في منتخب الهاندبول لان احنا قريبين جدا منهم. فالناس بتقول لك ليه لا ما ناخد ميداليه، واحنا برضو بنتكلم مع بعض مع نفسنا وبنتكلم على الفرق ليه لا ما ناخد ميداليه. بس اللي انا واثق فيه ان فعلا الفرقه ما حدش بيقصر في اي حاجه، ما حدش بيبخل باي مجهود، وده فعلا اخرنا يعني. احنا بنخرج من الماتش فعلا ميتين خلاص، هو ده الليفل بتاعنا، هو ده اخرنا. مره على مره على مره هنقدر ناخد ميداليه باذن الله. بمناسبه الاستمراريه، منتخب مصر برضه حقق انجاز في 2001، اول منتخب غير اوروبي في مربع ذهبي بطوله عالم. بعد كده المنتخب ابتدى يتراجع شويه لحد ما ابتدى نرجع تاني بعديها بحوالي 8 9 سنين. ايه اللي نقدر نعمله عشان ده ما يتكررش تاني ونفضل مستمرين على نفس النهج؟ نقدر نعمله نحافظ على القوام، لان خلاص القوام اللي موجود ده بقى عنده مجموعه من الخبرات يعني، بقى فيه تراكمات للخبرات. فزي اي منتخب بره عشان تغير او تعمل احلال وتجديد الموضوع بياخد وقت جدا، فانت لازم تحافظ على القوام، تحافظ عليه كافراد، تحافظ عليه من الاصابات، تحافظ على الجهاز الفني، تحافظ على المجموعه كلها اللي موجوده، عشان المجموعه دي اوريدي فهمت بعض وعملوا خبرات وعملوا ماتشات كويسه، فنقدر نبني، ما نجيش من نهد ونبني من اول وجديد. يمكن اكتر تساؤل بيبقى للجمهور مع فريق اليد عموما ان الحاجه بتحصل وعكسها بيحصل في البطوله اللي بعده. يعني مثلا منتخب السويد كسبنا في بطوله العالم، خلى طريقنا صعب ونواجه الدنمارك. في الاولمبياد يمكن كسبناهم باريحيه تقريبا فرق 5 أهداف. فليه ما يعني، هل ما بنبقاش مصدقين نفسنا؟ هل بيبقى قله ثقه شويه ولا بتبقى ايه بالظبط؟ هي ظروف ماتش يعني. مثلا في كاس عالم ما فاكر الشوط الاول كان خلصان فرق 5 أو 6 لينا، فرق 4 تقريبا أو 3، كده يعني السكور كان مريح شويه. ظروف ماتش يعني، ممكن الجون بتاعهم مثلا موفق النهارده، الحارس المرمى في الهاندبول اصبح ليه دور كبير جدا. الحارس المرمى دلوقتي نسبته بتعدي 45 و50%، فممكن احنا مثلا ماتش سويد في الاولمبياد كان كريم هنداوي شايل يعني، وعصام الطيار. فلا يعني كل ماتش ليه ظروفه،
المهم ان انت تبقى نازل، يعني احنا بقى مذاكرين فرق قدامنا، واللي موفق واللي ربنا موفقه في اللحظه او في الاكشن ده هو اللي هيكسب. يعني كل هجمه بيبقى ليها اكشن معين سواء في الدفاع او في الهجوم، فدرجه توفيقك في الاكشن ده هو ده اللي هيفرق معاك، بس اهم حاجه التحضير. يمكن لسه 5 شهور على بطوله العالم، مصر في مجموعه فيها كرواتيا والمغرب وامريكا، والمتاهل هينضم المجموعه فيها الدنمارك تاني وتونس الدنمارك والبحرين. ف شايف حظوظنا كويسة في مع الفرق دي ولا الموضوع شوية صعب؟ لا بص، عشان بطولة العالم بالنظام ده فعلا الثمانية اللي بيصعدوا دور الثمانية فعلا 8 منتخبات بيبقوا فعلا يعني أقوياء جدا، يعني مش مثلا دور 16 فتضرب ماتش وممكن تبقى انت خسران مثلا في المجموعة ماتشين تطلع دور المجموعة اللي بتاخد منها، تضرب ماتش الفرق قدامك مش موفقة تبقى انت في دور الثمانية. لا، المين راوند ده نظام صعب جدا جدا، يعني انا شايف انه نظام صعب، يعني احنا لازم تكسب ماتش من كرواتيا او الدنمارك. كرواتيا فريق قوي جدا، الدنمارك ابطال عالم، فلا فعلا، وبلاس ان انت ما تخسرش من تونس، ما تخسرش من البحرين، فلا المين راوند نظام فعلا يعني زي ما بيقولوا على الفرازه، يطلع الثمان منتخبات على الفرازه. فاهم حاجه يبقى عندنا سكواد، يعني ان شاء الله ما فيش اصابات، لان الماتشات كلها بتلعب تقريبا 6 ماتشات في وقت قليل، يوم بعد يوم يوم بعد يوم. فلا يعني انت ممكن مثلا تلعب كرواتيا تيجي مثلا ماتش الدنمارك عندك اصابات، تيجي ماتش تونس عندك اصابات، عندك اجهاد، عندك اللعيبه تعبانه، فلا المين راوند نظام صعب جدا. فان شاء الله ان شاء الله يعني الماتشات كلها في الملعب، ونقدر نوعي بيه الناس ان زي كل مره محدش هيبخل باي حاجه، هننزل نموت نفسنا في الملعب وهنجيب اخرنا ونشوف هنوصل لغايه فين. زياده عدد المحترفين في المنتخب شايف فرق معانا في المنتخب كذهني ولا كبدني، ولا فرق ازاي مع الفريق؟ فرق في كل حاجه الصراحه. ذهني الليفل بره بيبقى عالي شويه، احنا مثلا هنا في مصر عندنا ماتشات اهلي والزمالك الكواليتي بقت عاليه جدا، بقى زي ماتش في تشامبيونز ليج مفيش مشكله، بس بره في هم بيلعبوا في كل اسبوع تقريبا ماتش في تشامبيونز ليج. احنا عندنا اهلي والزمالك بنلعب مثلا 6 مرات في السنه في السيزون كله، هو اقوى ماتش بيبقى الاهلي والزمالك بالظبط. فلا هو بره خصوصا احنا عندنا الحمد لله محترفين دلوقتي في التوب ليفل، سواء علي كان برشلونه، يحيى في فيسبريم، فالناس دي بتلعب كل اسبوع، ممدوح هاشم في دينامو، كان خيري برده في دينامو، فالناس دي بتلعب كل اسبوع ماتش في الشامبيونز ليج اللي هو ماتش عالي. فان انت طول السيزون بتلعب ماتش عالي كل اسبوع ده حاجه مميزه جدا. خلاص احنا مبقاش اقل من اي منتخب بننزل دلوقتي، حتى مش حوار برضه احتراف، عقليه المدربين اللي جولنا خلاص احنا فعلا بقينا فاهمين هاندبول جدا. يعني احنا كنا الاول مثلا بنلعب احنا مش فاهمين هما بيعملوا ايه، يعني لا دلوقتي احنا بقينا فاهمين هما بيعملوا ايه واحنا المفروض نعمل ايه عشان نضرب الدفاع بتاعهم. هجومهم احنا بقينا فاهمين جدا في الدفاع ايه نقاط القوه بتاعتهم وايه اللي بيضايقهم في الدفاع، فاحنا بقينا نعمله. هل فعلا كان في الموسم اللي فات مفاوضات مع فيسبريم عشان تروح مزامله يحيى خالد هناك، ولا الكلام ده اصلا يعني كان مجرد اهتمام؟ وهل فعلا في عروض من المانيا الموسم ده ولا برضو؟ لا بص، كان جاي لي 2019 فيسبرن فعلا، وطلعت عرض رسمي للنادي، كان عايزيني في نص الموسم، بس النادي الاهلي ساعتها قال ان مش هينفع ان احنا نسيب، يعني مش هينفع يسيبوني في نص الموسم، وانا احترمت القرار دوت وقعدت، والنادي الاهلي نادي كبير وشرف لاي حد انه يلعب في النادي الاهلي. السنة دي برضو كان بدأت المفاوضات من شهر 1 مع نادي ميرسينجن في ألمانيا، النادي اللي بيدربه باروندو، كان محتاجني أنا معاه في ألمانيا. العرض كان جاي 3 سنين، بعدين حصل زي خلافات كده خلوها سنة، بعدين حصلت خلافات تاني، فأنا مش عارف هو يعني وصلوا لفين المفاوضات. اكيد طبعا اي لاعب يتمنى ان هو خلافات في المانيا ولا ما بين النادي الالماني والاهلي؟ مش خلافات يعني أو يعني قصدي مفاوضات ما بين النادي الالماني والنادي الاهلي. انا مش عارف صراحه هي وقفت لغايه فين، انا فعلا يعني انا خرجت نفسي من الموضوع اللي هيتفقوا عليه في الاخر بالظبط، لان هو المفاوضات شغاله من شهر 1 اللي فات، بقى 6 شهور، فانا مش عارف هو هتوصل لغايه فين، وما اعرفش النادي الاهلي هيوافق ولا لا، مش عارف صراحه. ايا كان انا لعيب محترف وماضي عقد مع النادي الاهلي، سواء سافرت انا مش هطلع غير موافق النادي الاهلي، ما سافرتش انا قاعد في النادي الاهلي نادي كبير وبنافس على كل البطولات، فانا سايب الموضوع لاداره النادي الاهلي، واللي هو شايفه في مصلحه الاهلي او في مصلحتي هيعمله. بمناسبه النادي الاهلي والموسم الجديد، يمكن عندكم بدايه قويه قوي
بطولة أفريقيا وبطولة كأس العالم للأندية. تقريبا ما حدش لعب كأس العالم للأندية في الفريق دلوقتي غيرك أنت وإسلام حسن تقريبا. إيه الرسالة اللي بتوصلوها بقى للعناصر الشابة اللي موجودة، خصوصا إن النسخة دي قوية جدا فيها 4 أندية من أوروبا حظنا يعني، فهل في كلام ابتدى يحصل بينكم ولا لسه مستنيين أما البطولة تقرب؟ بص انا شخصيا لسه ما رحتش النادي لغايه دلوقتي، بس اكيد اللعيبه بتتكلم طبعا. احنا نادي الاهلي في الفريق فيه عناصر كتير جدا شباب، الموضوع ده من سنتين فاتوا جبنا لعيبه كتير جدا مواليد 98 ودخل معانا لعيبه 2000 مواليد 2000 ومواليد 98. اكيد بطوله زي دي هتفرق معاهم يعني. ممكن برضو النادي الاهلي طبعا نادي كبير، بس يعني 4 فرق من اوروبا، الموضوع اول مره تقريبا اول نسخه يبقى فيها 4 فرق من اوروبا، فالموضوع صعب جدا ان تخش مربع ذهبي. بس يعني احنا نحاول ننقل الطموح بتاع منتخب مصر في النادي الاهلي، ان احنا زينا زي الناس دي ما فيش اي مشكله. انا شايف ان هي هيبقى فرصه كويسه جدا للاحتكاك في زي ما قلت لك لعيبه صغيره، حتى في الاهلي في لعيبه صغيره جدا في موجوده في المنتخب ما خدوش فرصه، ففرصه ليهم ان هم يثبتوا نفسهم قدام الفرق الاوروبيه، ان هم يزودوا فرصهم ان هم يبقوا في منتخب مصر الاول. فلا هي استفاده من كل الجوانب، وان شاء الله يعني هنحاول. الموضوع صعب طبعا جدا جدا يعني، بس هنحاول ونشوف هنعمل ايه. في حاله عدم احترافك الموسم ده وكملت مع الاهلي، شايف الموسم ده الاهلي هيكون مختلف ولا كان في تذبذب شويه الفتره اللي فاتت، ولا يعني الموضوع اتعالج بوجود مدرب اسباني بوجود محترف من اقوى محترفين تقريبا كان في دوري ابطال اوروبا، شايف الموضوع ازاي بالظبط؟ بص كل سيزون وليه ظروفه، واتمنى ان السيزون ده يعني احنا برضو السيزون اللي فات الناس كلها كانت بتقول يعني سيزون مش كويس لينا ومش ناجح، بس انا برضو مقتنع ان هو سيزون مش ناجح. النادي الاهلي لازم ياخد كل البطولات، بس الحمد لله قدرنا ان احنا يعني ناخد ابطال الكؤوس في اول السيزون، وخدنا السوبر في نهايه السيزون. ف يعني ده موسم انا بالنسبه لي مش ناجح، وخدنا بطولتين فدي حاجه كويسه. السيزون ده ان شاء الله محتاجين ان احنا نزود بطولاتنا يعني، لو نقدر ان احنا ناخد كل البطولات مع جهاز فني جديد بقياده داني. فاتمنى ان الموضوع يبقى يعني نقدر نكسب كل حاجه، لان جماهير الاهلي جماهير طبعا ما بترضاش باي حاجه غير ان تكسب يعني. ممكن تاخد لو في 6 بطولات خدت 5 يبقى انت كده برضو ما عملتش اللي عليك. فلا احنا عندنا بطولات كتير قوي السنه دي، هنحارب عليهم كلهم نقدر نكسبهم ان شاء الله. ان شاء الله هنقدر نكسب ونعمل موسم تاريخي ونعمل اقصى حاجه في وسعنا، في ظل ان فرقه زي ما قلت لك جديده يعني. احنا السنه اللي قبليها برضو كانت فرقه جديده، كان في بطولتين في الموسم دوري وكاس قدرنا ناخد كاس. السنه اللي فاتت برضو الفرقه اتحسنت شويه قدرنا ناخد بطولتين افريقيا، وده حاجه مش سهله. السنه دي الفرقه كل شويه بتطلع سلمه، فالسنه دي لا ان شاء الله هيبقى في بطولات اكتر ان شاء الله. رايك ان التراجع اللي حصل شويه الموسم اللي فات ده بسبب فريق فيه عناصر شابه كتير، ولا ان الزمالك بقى بما انه منافس مباشر في كل البطولات كان اقوى كتشكيل وكفريق؟ بص الاثنين يعني، الزمالك تقريبا بيضم عناصر كتير جدا في المنتخب مصر الاول يعني، ده مش كلامي ده في الملعب يعني. انت لو جيت عملت التشكيله بتاعت منتخب مصر وتشكيله الزمالك هتلاقي لا فيها عدد كبير. بس احنا برضو عندنا تشكيله مميزه جدا، عندنا عناصر زي ما قلت لك مواليد 98 اللي خدوا برونزيه كاس عالم، عندنا في عناصر من 2000 اللي خدوا ذهبيه كاس عالم للناشئين. كل العناصر دي جايه وهتديك لقدام لمده انا شايف 10 سنين. فاحنا كنا في مرحله بناء، وزي ما قلت لك ان انت في مرحله بناء وبتكسب اي بطوله دي بتبقى صعبه جدا يعني. انا حضرت دي وحضرت دي، حضرت النادي الاهلي وهو بيكسب كل حاجه وحضرت النادي الاهلي وهو بيخسر. فلا الموضوع صعب جدا خصوصا على مستوى الانديه، لان انت محتاج استمراريه طول الموسم. فلا انا شايف ان السنه دي كل مره بقول لك بنختلف، اللعيبه بتاخد خبرات اكتر، فلا السنه دي ان شاء الله هتبقى مختلفه. كان في ماتش السويد في بطوله ريو يمكن لقطه كانت مشهوره قوي في اخر 5 ثواني، مش مشابهه بالظبط اللي حصل في الدنمارك، بس بتاعت لما نزلت بالفوطه. هل انت اصلا ما كنتش هتنزل وفجاه طلب منك تنزل؟ لا ولا انا فاهمك، انا كان تايم اوت بالظبط ونايس تقريبا 10 ثواني كان تسع بالظبط حاجه كده، ومن بعيد قوي من 2016 كان تايم اوت ونايس 10 ثواني كان تايم اوت لمصر، واحنا كنا 6 لعيبه كنا تعادل تقريبا، تعادل
في الاخر كان فرق واحد لما هو خلص فرق واحد لما انت ما ده قبل ما انزل بالظبط كان تعادل وتايم اوت لمصر وناقص 10 ثواني والكرة معانا واحنا سته وهم خمسه فكل الظروف اللي بقولك دي ان انا مش هنزل تاني يعني طبيعي ان انت تخلص الكوره في اخر ثانيه تكسب خلاص جت اوكي انت كسبت ضيعتها يبقى الفريق اللي قدامك ما عندوش فرصه ان هو يجري يكسبك بالظبط فانت كلاعب المفروض انت في الهجوم تخلص الكوره في اخر ثانيتين ثلاثه عشان تقضي على امال اللي قدامك حتى لو انت ضيعتها يبقى انت ما خسرتش مظبوط فانا خلاص حتى التايم اوت انا ما حضرتوش انا قعدت بره قلت خلاص هيشوطوها في اخر ثانيه ده طبيعي جدا يعني اي ماتش في هاندبول ده اللي بيحصل وفكيت الجزمه وشربت ميه وقلت مش نازل تاني ما اعرفش هما هيعملوا ايه اصلا هوبا راح جابوا مودي راح دخل بالوينج ليفت جابها جون فانا قاعد اصلا بتفرج اصلا انا مش مودي بقى بدل من الفرحه راح خرج على بره فبص كده لقيت مودي يا ابني التاني اللي جابك كده راحوا نزلوني انا طبعا فكيت انا اصلا فك الرباط فك كل حاجه انا مش هنزل مش حاسس بقى ان الفوطه رحت نازل قبل بره على الفوطه رحت مسكها رحت قريحة وماتش خلص الحمد لله وكان ماتش كسبنا ساعتها فرق واحد كان تقريبا اول ماتش نكسبه في الاولمبياد مثلا من 20 سنه بالظبط كان بقى لنا مثلا 20 سنه ما كسبناش في الاولمبياد خالص وكمان كان السويد بقى لها فتره متفوقه علينا في كل البطولات بالظبط فده برده ماتش تاريخي يعني ان تكسب السويد في الاولمبياد كان بقى لنا 20 سنه انا فاكر اخر ماتش كسبناه تقريبا كان في سيدني مش متذكر او مثلا 96 اولمبياد اتلانتا مثلا 96 وقعدنا 2008 2004 ما كسبناش تقريبا 2008 ما كسبناش ولا ماتش 2012 ما تاهلناش اصلا بالظبط 2016 تاهلنا كنا خسرنا من سلوفينيا الماتش اللي اول ماتش بالظبط عملنا ماتش كويس جدا بس مع كابتن مروان رجب برده وخسرنا اول ماتش وثاني ماتش كان السويد لازم نكسب عشان يبقى لينا فرص في التاهل ان شاء الله بالتوفيق في البطولات اللي جايه ان شاء الله نكسبها كلها يا رب شكرا لك شكرا